دوم بترول. يمكن هسه تفكر بينك وبين نفسك وتسأل إيش هو دوم بترول؟ إيش هالاسم الغريب؟ ليش ما سمعت عنهم من قبل؟ ليش كل هالضجة عليهم؟ بس ولا يهمك، بعد شوية حتتعرف قصتهم واحد واحد، واحتمال كبير إنك تتعلق فيهم بشكل قوي. بشكل مختصر، دوم بترول هم جماعة مثل جماعة الإكس مان في مارفل. إذا ما تعرف جماعة الإكس مان، بصراحة ما أعرف كيف أساعدك، بس يعني ممكن تسأل جوجل. دوم بترول هم جماعة من البشر المتحولين اللي هم الميتا هيومنز، بس للأسف الناس تكرههم بسبب أشكالهم الغريبة وقدراتهم الغير عادية. ممكن نقول إن دوم بترول ليسوا مشهورين بقوة مثل الجاستس ليج أو التايتنز، بس لديهم محبة ومعزة خاصة لدى عشاق الدي سي، خصوصا اللي يقرون الكوميكس. دوم بترول فريق كفوء، وتم احتوائهم عن طريق شخص عبقري على كرسي متحرك مثل بروفيسور اكس. والمهمة الأساسية لدوم بترول هي حماية العالم من البشر الذين يكرهون ويخافون منهم. لكن للأمانة احتمال أن هذه الفكرة قد تطورت الآن. بس على كل حال، دوم بترول يقدم فرصة أخرى لفرق من الأبطال الخارقين لمحاربة الشر مثل الجاستس ليج والجاستس سوسايتي. أعضاء دوم بترول كانوا بشر عاديين وتم لعنتهم بقوة خارقة لم يطلبوها من الأساس، ولكن أتت هذه القوة الخارقة لكل واحد منهم بعد إنقاذ حياتهم من الموت المؤكد، ولكنهم أبطال حتى النخاع. يوجد العديد من الشخصيات التي تواجدت في فريق دوم بترول، لكن من المحتمل انك تتعرف على بعض هذه الشخصيات اذا تابعت افلام دي سي السينمائية او حتى الانيميشن. خليني اعطيك نبذة عن الشخصيات الاساسية في دوم بترول. 1. دكتور نيلز كولدر. هو شخص عبقري غني جدا، وهو الشخص الرئيسي في تجميع الفريق الأصلي لدوم بترول وتعليم هؤلاء البشر المتحولين على قدراتهم لاستخدامها في تحسين الجنس البشري. بس مع ذلك أثبتت قصص الكوميكس لاحقا بأن هذا الشخص يعتبر شرير أكثر ما يعتبر كبطل، وتم الكشف على أنه المسؤول الأول عن الحوادث التي حولت هؤلاء البشر إلى بشر متحولين. 2. روبوت مان. تعتبر الشخصية الوحيدة التي تواجدت في كل فرق دوم بترول من البداية إلى الآن. اسمه الحقيقي هو كليف ستيل. تم نقل دماغه البشري ودمجه في جسم آلي، طبعا بعد إصابته بشكل سيء في حادث سيارة كارثي. 3. إلاستي جيرل. اسمها ريتا فار. تم تعرضها لغاز بركاني، ولكن بعد ذلك أصبح لجسم ريتا المقدرة على التقلص والتمدد في جسمها حسب الرغبة. لكن للأسف كانت تعاني ريتا من عدم قدرتها على التحكم في هذه القوة بشكل كبير في بداية الأمر. 4. نيجاتيف مان. اسمه الحقيقي هو لاري ترينر. كان طيار في سلاح الجو وقد تعرض لحقل مشع، ونتيجة لهذا الإشعاع أصبح جسمه شديد النشاط الإشعاعي، فلهذا تراه يرتدي بهذه الطريقة وكأنه رجل متخفي. لكنه يستطيع أن يطلق شيء يسمى بالروح السلبية، بالإنجليزي Negative Spirit، ويستطيع إطلاق هذه الطاقة بشكل مؤقت بحيث تسمح له الطيران في سرعة فائقة مع القدرة على تدمير وتفجير الأشياء. 5. كريزي جين. اسمها كالي تشارلز. تعرضت لقنبلة جينية بواسطة الدومينيتوس، لكن بعد ذلك أصبح لديها 64 شخصية بداخلها، بمعنى أن لديها حالة انفصام شخصية، لكن كل شخصية من هذه الشخصيات لديها قوة خارقة معينة. 6. سبيس كيس. تعتبر هذه الشخصية من أجدد الشخصيات على فريق دوم بترول، واسمها كيسي برينيك، وهي شخصية خيالية تم صنعها عن طريق داني ذا ستريت الذي يعتبر كمكان لتجمع الفريق. بمعنى آخر، داني ذا ستريت هي شخصية ممكن التحول إلى شارع كامل ويجتمع الفريق في هذا الشارع، وصنع داني شخصية كيسي الخيالية. 7. بيست بوي. اسمه غارفيلد، وهو عضو قديم في فريق تين تايتنز، لكنه لديه علاقة وطيدة بفريق دوم بترول ولديه القدرة على التحول إلى أي حيوان. 8. سايبورغ. اسمه فيكتور ستون، وممكن التعرف على شخصية سايبورغ من فريق فرقة العدالة أو من الانيميشن تين تايتنز أو تين تايتنز جو، وهو عبارة عن نصف إنسان ونصف كمبيوتر. من الممكن أن نرى المزيد من الشخصيات في المسلسل، لكن بشكل أساسي سوف نرى الشخصيات التي تم ذكرها في هذا الفيديو. المسلسل ما زال جديد، وتم إذاعة الحلقة الأولى من دوم بترول يوم الجمعة بتاريخ 15/2/2019، وسوف تذاع حلقات هذا المسلسل على شبكة دي سي يونيفرس
مارس سيرفيس، شيء مشابه لشبكة نتفليكس لكنها مخصصة لدي سي فقط. لكن بإمكانك مشاهدة المسلسل على بعض المواقع العربية الخاصة بالمسلسلات والأفلام أو المواقع الأجنبية، أو حتى بإمكانك تنزل الحلقات من تورنت. طبعا كان بودي أن أضع لكم هذه المواقع حتى تتابعون هذا المسلسل، لكن هذا مخالف لقوانين اليوتيوب. سوف تذاع الحلقات كل يوم جمعة، وعدد حلقات الموسم الأول هي 13 حلقة فقط. تم ظهور فريق دوم بترول في الموسم الأول لمسلسل تايتنز، وهو يعتبر مسلسل مشتق من مسلسل تايتنز، فأنصحك بمشاهدة مسلسل تايتنز حتى تأخذ فكرة عنهم بشكل أكثر. هذا ليس شيء أساسي لكن فقط كنصيحة مني. وسؤالي إليك، هل تريد مراجعة أسبوعية للمسلسل أم مراجعة كاملة بعد انتهاء الموسم؟ اكتب لي جوابك في التعليقات. صحيح، شكرا جزيلا لدعمك للقناة سواء كمشاهدة، تعليق، لايك أو ديسلايك، حتى لو كانت هذه أول مرة إلك على القناة، لأنه أنت السبب الرئيسي في ازدهار هذه القناة. وإذا عجبك المحتوى أتمنى أنك تشترك بالقناة وتفعل الجرس حتى لا تفوتك الفيديوهات القادمة في هذا الأسبوع. أشوفك في الفيديو الجاي، تحياتي إلك وبيس أوت. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.